السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معزومين على أكلة سمك، مشان هيك حبيت أصوركم على البحر والمطعم والغدا كمان، وكمان رح نعدي على سوق السمك. كمان سوق السمك كتير حلو وفيه من جميع، يعني تقريبا من جميع أنواع السمك. وأنا بعرف في ناس كتير بالتعليقات من الأصدقاء قالوا لي إذا بتروحي هيك روحك أو على السوق أو هيك تصورينا، عشان هيك حبيت أصوركم هذا الفيديو عشان تروحوا معي، ويا ريت تكونوا معي. شايفين على هالمناظر الحلوة؟ هي هلا وصلنا على سوق السمك، بس ما هو السوق نصه مسكر بسبب كورونا، في كم محل بس فاتح ما كتير. هذا هون ببيع السمك المشوي، ساندويش سمك مشوي. هذا المحل عنده أنواع سمك كتير. بس للأسف السوق مو كله فاتح. عم بيقول إنه السمك كله الموجود عنده طازة. احتمال لأنه هو على البحر. هذا نوع سمك غريب ما عرفت ايش اسمه، قال لي اسمه بالتركي بس ما عرفت. شايفين بس عم بيقول سمك من غير حسك، سمك طازه مثل ما انتم شايفين. هلا منظره حلو. في خضرة كمان اللي بياكلوها مع السمك، اللي بيشتري سمك بيشتري من هاي الخضرة. شايفين هالسمكة؟ وهذا سمك المرجان. أنا دايما بحب أشتري سمك البوري وسمك الدجاجة. هذا سمك البوري وهذا سمك الدجاجة. سمك المرجان كمان طيب. هلا وصلنا على المطعم. المفروض قبل ما ندخل على المطعم هون في مغسله، صابون وبعدين مغسله،
والمي كمان سخنة. وهي المطعم، هذا المطعم موجود بمنطقة بلدية الفاتح على البحر. هاي إطلالة المطعم، شايفين كتير حلوة. هون في عدة مطاعم للبلدية بيطلوا على البحر. وهي الغداء، هذا السمك طلبناه سمك مشوي على الفحم، سمك الدجاجة نحن بنقول له بالسوري، وبتركي اسمه تشيبور، وبطاطا وسلطة، هي سلطة الراعي، وكاريماري مقلي، وصحن مقبلات بالزيت، وليمون، عصير الليمون طبيعي، هذا عصير ليمون، شايفين الغداء بشهي. تفضلوا معنا، والله اشتهيتكم كلياتكم تكونوا معنا. هي كمان بركة برا، غير اللي ما بده يبرك على البحر، كمان هون في جنينة كتير حلوة. نحن بعد ما تغدينا طلعنا لبرا عشان ناكل الحلو والجاتو، شايفين بركة كتير حلوة مرتبة. وإن شاء الله يا رب يكون المشوار هيك انبسطتوا معنا فيه، مشوار فعلا كان كتير حلو. وهيك خلص المشوار، خلص الجاتو ونروح على البيت. وإذا عجبكم لا تنسوا بالاشتراك واللايك، وتابعوني على صفحتي في الفيسبوك، ولو سمحتوا تشتركوا بقناة ابني علي. وشكرا، والسلام عليكم.